السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صوتي ما فهمتش تبان. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. البنات، هاد الفيديو هذا درتو قصير غير باش نعلمكم بلي راه عندي مشكل في القناه البنات. الفيديوهات ما كتحطوش، دخلوا البنات اللي سولوا فيا، راني ماشي غير درت عليكم، راه بغيت نحط الفيديو. درت له المونتاج حطيته في القناه، ما تحطش ليا، ما فهمتش علاش. انا عندي انا طالع ليا بانه محطوط على القناه، ولكن ملي كنجي اليوتيوب باش ندخل نشوف واش كاين ولا لا ما كنلقاش. كذلك يعني حتى نتوما حتى واحد ما غاتلي يتوصل بيه. المهم هادشي اللي كاين يعني مازال عندي انا في ثابت في زيرو مشاهده، يعني حتى شي واحد ما توصل بيه. فالبنات كذلك بالنسبه للمشاهدات راه ما كيتزادوش عندي، وكذلك قالوا لي باللي ما كتكتبوش لهم التعاليق، يعني كيكتبوا التعليق ملي كيجيو كيديروا اونفوي كيعطيهم ايرور، يعني راه ما كيديروش التعليق نهائيا. شنو المشكل اخر اللي كاين البنات؟ يعني المشاهد قلت لكم التعليق، وكذلك الفيديو ما تحطش ليا، يعني هادشي اللي كاين. تواصلت معاهم، تواصلت مع الدعم باش يعاونوني نشوف كيفاش ندير داك الفيديو فين مشى، شنو غندير فيه، واش نولي نعاود ننزل من الاول اولا شنو غادي ندير فيه. وبالنسبه لكم البنات، يعني اي واحد مشترك في القناه اللي كيبغيني بطبيعه الحال، واللي بغى يتبع الفيديوهات ديالي وبغى يشجعني، فشنو غادي ديروا البنات؟ غادي تدخلوا القناه، غادي تحيدوا الاشتراك ديالكم ياك، وتسحبوا الاشتراك ديالكم، وغتعزلوا احد الفيديوهات اللي منزله على القناه، غادي تبركوا عليها وغادي تفرجوا واحد 3 دقائق هكاك، وعاد تعاودوا ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس. هكا البنات غادي تضمنوا بان النوتيفيكاسيون غيوصلوكم ديال الفيديوهات ديالي، وكذلك غتعاونوني انا باش غنتجاوز هذه المرحله هذه ديال البلوكاج، يعني الفيديوهات غادي يطلقوا، وكذلك يعني لي فيو يطلقوا ليا. شفتوا الفيديو الاخراني راه بقى مفيكسي واحد المده طويله، هو مفيكسي ما كيزادش المشاهدات، بينما كنقلب انا عندي في الاناليتيك كنلقى بان كاينين المشاهدات كيتزادوا، ولكن باش ما كتسجلوش عندي. هادشي اللي كاين البنات. مهم بغيت هادشي اللي نقول لكم، وبالنسبه للناس بصح اللي باغيين يتبعوني واعتزاء عليهم فغادي يديروا بهذا الكلام اللي قلت لهم. نتمنى ان شاء الله تفك الامور على خير وبخير. المهم انا لقيتوني يلاه جيت دابا خرجت مشيت تقضي شي سخيره وداك الشيء، مشيت شريت صباغه البنات كحله، واقيلا غادي نصبغ شعري في الكحل. ربما في الكاميرا البنات كيبان لكم كحل، ولكن الشعر ديالي ماشي في كحل، راه اكاجو غير مع الكاميرا. عم الكاميرا ما كتبين داكشي كما الواقع البنات، اما كتغمق اللون اما كتفتح اللون، هادشي اللي كاين. المهم انا ان شاء الله نميت نصبغ شعري في الكحل، ومازال عندي واحد التردد. عرفتوا علاش؟ نشرح لكم هاد الفكره هادي ديال هاد التردد، علاش عندي زعما ماشي فكره، التردد علاش عندي البنات. انا الكحل كنت واحد الوقت دائما دايره غير الكحل شعري، دائما غير الكحل كحل، غير كيبدا اللون كيبهات كيرجع اللون ديال شعري الحقيقي، كنولي نعاود صبغه كحله، يعني تطلع ليا فراسي صافي ما بقيتش حامله. وغير كنبغي نبدل كنمشي كندير لاماش مثلا اليوم ولا غد ليه كنولي نمشي نصبغ صباغه فوق منو، علاش؟ حيت راجلي كيقول لي لا ما جاكش زوين، الكحل هو اللي كيواتيك. ماما كذلك، هاد ماما وراجلي دائما الكحل، فقط ما نبغي نبدل يقول لي ديري الكحل، ولكن انا صافي طلع لي فراسي واحد الوقيته، راسي واحد المده واحد السنين، يعني راه بعدا منين جيت لبني ملا راه الشعر صباغه كحله ما جاتش شعري نهائيا. حتى لهاد العام، بدايه ديال هاد العام اولا النهايه ديال العام اللي فات، عدت الكحل ودغيا في البلاصه بدلته ليا باش دات الاكاجو، جاني داك اللون اكاجو شويه غامق. ولكن ملي كيكون الاضاءه مزيان وكيضرب فيه الشمس كيبان اللون زوين صراحه، عجبني نص نص، كنقول ما نديروش كنقول نديرو. المهم لحد الان الصباغه بعدا راني شريتها وحطيتها ونشوف شنو غادي ندير ديك الساعه. المهم الا كنت غنصبغها نقولها لكم صراحه، طبيعتي انا عشاقه من لالا، نقولها لكم نيشان، انا عشاقه من لالا، كيعجبني واحد اللون شويه كتبان لي شي حاجه اخرى كنبغي نبدل، وهي غانا. المشكله البنات في الكحل هو انه الا درتيه يعني خصك واحد بالقله 3 سنين بعدا ما تصبغي حتى شي لون، يعني واخا تصبغي ما يخرجلكش اللون اللي انت باغاه. هادشي علاش انا مترده الصراحه بزاف، وبعدا راجلي مشى الصباغه شريت الصباغه كحله بعدا عجبو الحال. هاد النوبه ماما المره الوحيده اللي قلت لها ماما صافي راني شريت الصباغه كحله، هي المره الوحيده اللي قالت لي واعد بقيتي تخرجي على شعرك. حيت الصراحه ما نكذبش عليكم البنات، هاد الشعر جربت فيه العجب المعجب صراحه، مي ما قرعيتش. انا كنعترف مي ما قرعيتش راه ما قالها حد لحد، الحمد لله مي مازال جوج زغيبات مازالين بحال هاد الشكل هذا الحمد لله. المهم البنات قولوا لي انتم الراي ديالكم، يعني قولوا لي في التعليق الا تصرحوا التعليق،
قولوا لي شنو بان لكم واش ندير الكحل ولا نخلي لوني في شعري. والبنات بعدا باش ما ننساش غادي نجاوب البنات اللي سولوني على مزيل العرق اللي كنت بارطاجيت معكم شحال هذه. دابا جات وقيتو ولات كتطلع فيه ثاني المشاهده ولا الناس كيقلبوا عليه. المهم البنات داك مزيل العرق ها هي القرعه ديالو اللي كنت بارطاجيت معكم نيتيه فاش كنحضر. مي كتسالى ليا كنولي نجبد هاد الكره هذه نغسلها ونولي نعاود نحضر من جديد. كما قلت لكم راه زوين كيبان بحالو بحال هذاك مزيل العرق اللي كيتباع جاهز وفي نفس الوقت فيه واحد الريحه ديال المسك. بالنسبه للناس الله بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الريحه ديال المسك ففي واحد الريحه صراحه زوينه وكذلك ما كتفزكيش نهائيا. يعني هاد انا نولي نخلي لكم رابط بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوش. وبالنسبه اللي سولوني قالوا لي واش ما كاينش خطوره على البشره، البنات راه ما كاينش خطوره نهائيا. راه قلت لكم حيت فيه الشبه وما كنستعملوش مقدار كبير. راكم شفتوا معايا البنات في الفيديو ملي كنت كنحضروا يعني واحد مقدار بسيط ديال الشبه فواحد الكميه كبيره ديال الكريم واحد الكميه كبيره ديال ماء الورد. يعني كنخلطوه كيتجانس داك الشيء وكيجي يعني ما كاينش ضرر نهائيا. والحاجه اللي زوينه فيها البنات راه مبيض بالنسبه للناس اللي عندهم المنطقه ديال الاقل ديالهم كحله. فهاد سميتها نسميه هذا مزيل العرق راه كيبيض يعني كضربوا واحد العصفورين حجر واحد. راه من الحوايج المفضله عندي صدقوني بانني كنبارطاجي معكم الحوايج المفضله عندي. وبالنسبه ليا انا شو كيفاش كندير باش كنحافظ على واحد الريحه زوينه في الجسم ديالي وفي نفس الوقت ما كنبقاش نعرق. يعني ما كيبقاش داك المنظر انت لابسه حوايج فازكين كتخرجي بالخصوص كاين شي لوينات اللي كيبينوا العرق. يعني كانت ضروري ما تستعملي هذا. يعني كما قلت لكم نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ديروا 3 ايام تابعه. من بعد ممكن ديروا نهاريه نهار لا فهمتوا نهاريه نهار لا. ولكن كتبقاو يعني ناشفين كونوا على يقين انكم كتبقاو ناشفين. وبالنسبه كما قلت لكم حق البنات اللي عندهم المنطقه ديال الابط كحله فاول حمام مثلا استعملتوه اليوم او غدا وبعده مشيتوا للحمام فركزوا على ديك المنطقه البنات حطوها مزيان بالكيس. صدقوني بان الكحله ما كتبقاش يعني هاد شي حاجه اللي هي الطوب البنات منطقه كتبيض كتلاحظوا الفرق من السيمانه الاولى. صدقوني في هذه القضيه هذه وانا كنبارطاجي معكم دائما الوصفات اللي بصح مجرباهم وكنعرف شنو نقول عليهم ماشي غير كنجي كنسمع من هنا ونجي نقول لكم. وحاجه اخرى البنات كنديرها يعني مع هذا المزيل العرق اللي كنصايب براسي كندير حاجه اخرى اللي هي هذا المزيل العرق هذا ديال دوفا البنات. هذا ريحته خطيره هذا يلا خديتو نيت دابا ثلاثه يلا خديتو عرفتوا الريحه فيها البنات خطيره ضروري. هذا دائما عندي على طول العام الصراحه بيني وبينكم على طول العام. هذا كنستعمله غير من الصيف للصيف حيت الشتاء انا ما كنعرقش نهائيا. هذا كنستعمله غير من الصيف للصيف وهذا كنستعمله البنات على طول العام. علاش؟ هي واحد الريحه زوينه كدير ب 25 درهم. الريحه خطيره البنات صدقوني بان ريحه زوينه وكتبقى فيك البنات سنين صراحه. وانا مع هاد الضوء راه ماشي اشهار ولا شي حاجه راغي حيت بصح شي حاجه اللي زوينه وانا كنستعملها. كما عودتكم دائما كنشارك معكم الحاجه اللي بصح عجباني. صدقوني بان الريحه ديال هذا كتولي بحال ريحتك انت الاصليه كتبقى ريحتك زوينه لدرجه انني تعرفت انا بهذه الريحه ديال هذا الستيك هذا. يعني كيقولوا لي كتخلي من وراك بلاصتك اللي كتكوني فيها كتخلي فيها واحد الريحه كنعرفوك بانك كنتي تما الريحه ديالك خاصه. ومن بعد من بدلتو قالوا لي مابقاتش فيك ديك الريحه اللي كانت ولات فيك ريحه اخرى. ما كاين لا بارفان غاليه لا حتى شي حاجه البنات غير هذا السيك كندير وخلاني مميزه بواحد الريحه. فالبنات يعني شي حوايج بسيطه 25 درهم 25 درهم باش كناخذو يعني شي حاجه بسيطه ولكن كتخليك متميزه البنات وريحته زوينه. كما قلت لكم ماشي ديروا غير هذا تقولوا لي ما عطاتش نتيجه او ديروا هذا. اللي بغى ينشف من العرق مره يستعمل هذا اللي كتعجبو ريحه المسك يكتفي بهذا فقط. فانا بالنسبه ليا يعني كنبغي شويه هكا وشويه هكا. هذا كنستعملو كما قلت لكم في الاول خصكم واحد 3 ايام 4 ايام على حساب شحال كتعرق. هي كتعرق بزاف اولا الريحه ديال العرق ديالها مجهده اولا شي حاجه في الاول تستعمل واحد السيمانه وعاد تولي تستعمل هذا بحال دابا نهار هذا. انا كنوصلت 3 ايام ما كنستعملش هاد الستيك هذا اللي صايبت انا اولا ديدوغوني صايبت انا اولا مزيل العرق ندست لكم عليهم كاملين. كندير وكندير هذا بزاف كتبقى فيك الريحه زوينه. هذا الشيء اللي كاين البنات. جيت نقول لكم اللي عندي بلوكاج صدقت نقصت لكم انا الديادورو. المهم البنات المهم هو ان تكون استفاد هذا الشيء اللي كاين. يلا البنات نخليكم دابا على خير ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد الى تيسر ليا. المهم بالنسبه للفيديو اللي ديجا كنت حطيته ما تحطش
فإلا سر الى قدوا لي الامور ونرجعوه ليا اولا شوف كيفاش غتكون الحل، حيت انا ديجا مازال عندي ولا نولي نبارطاجيه من جديد باش ما كان غادي واخا قديم غنبارطاجيه معكم. حشومه يمشي التعب غير هكا ديال المونتاج ديال حيت صدقوني البنات بلي المونتاج كناخذ فيه وقت طويل، ما عرفتش الصراحه واش غير انا ولا كلشي كان ناخذ فيه الوقت بزاف بالخصوص الا كانوا لي بروب، يعني باش كتعزلي تسمعوا نفس الحاله. بالنسبه لي فلوغ كياخذوا ديال الوقت بزاف في المونتاج. المهم البنات هادشي اللي كاين، المهم نقول لكم نخليكم دابا على خير، نقول لكم بلي كنحماق عليكم، نتهلاو في ريوسكم، نتلاقاو ان شاء الله عن قريب.